جورج فرح هير دريسر وسينجر وميك اب ارتست. جورج فنان الجمال والغناء من زمن كورونا والحجر مرورا بالثورات، قدم اكثر من عمل غنائي واغنيه مصوره اثارت الجدل والانتشار. اهلا وسهلا جورج. مسوار كيفكم؟ هاي جورج. هاي صبا. يعني فنان بتغني ميك اب ارتست وشعر ومثلت كمان ومثلت، كيف جمعتهم كلهم؟ سبحان الله، موهبة. بحب الفن ارت. ايه، وشو اللي بتحبه منهم اكثر شيء؟ ليكي كل شيء بوقته حلو. يعني بالنهار بحب الشعر والميك اب، واذا كان في عندي دور تمثيل بروح. وبالليل غنى، نايت لايف وفن، يعني كل شيء. يعني مش بيقولوا لي انه شو بتفضل او اي بتنقي او وين انت بتبرع. يعني وقت بكون عم بشتغل ميك اب وشعر ببقى مفوكس، وقت بكون عم غني كمان ببقى مفوكس، وقت بكون عم بمثل نفس الشيء. بس بكل عرس لك عرس جورج، دائما متواجد باي حدث بيصير، جورج لازم يكون اول شيء. كتر خير الله، يمكن الله يعطيني. انت بتحب، انت مندفع ولا بيجيك عروضات كثير؟ ليكي مثلا تناخذ مثل، كنت بالمانيا بوقت الثوره وكان طيارتي ب 21، جيت ب 23 لانه ضيعت باسبوري. بس لانه نحن بدول اوروبا ردوا لي الباسبور بس رجعت على لبنان. لو هون بلبنان كانوا خزقوا وكبوا. بس لاني انا بدول اوروبا بدوله محترمه حالها وبتحترم الناس اللي عم بتزورها او اللي عايشه هونيك. مهم جيت، كانت الثوره مبلشه، دغري دقوا لي على طرابلس. غنيت الله يرحمه رامي نصار، بيقول لي يا خطوط الحمراء ثوري يا ارزتنا الابيه، قلت له كثير حلوه. لحناها وسجلناها وبعتناها على طرابلس، وكنت عن جد السباق. صورت بطرابلس، بساحه طرابلس. خلينا نشوفها. يلا اكيد. الحمرا ثوري يا أرزتنا الأبي، من غدر فوري فوري ودليهن على الحرية. يا خطوط الحمرا ثوري يا أرزتنا الأبي، من غدر فوري فوري ودليهن على الحرية. واستشهد كرمال الناس، هلأ عنا نفس الهم، قرب لينا نفس الكاس. حرية اللي حقق دم واستشهد كرمال الناس، هلأ عنا نفس الهم، قرب لينا نفس الكاس. كاس اللي كله هجومي، لمن دربي ومن دربك، هي أرزتنا قومي قومي بقوت قلبي وقلبك. يا أرزتنا الأبي، من غدر فوري فوري ودليهن على الحرية. كلن رمت هالشعب المقهور، الله ينتقم منن. يا لبناني ثور ثور كلن، يعني كلن رمت هالشعب المقهور، الله ينتقم منن. ياخد لي حقك لبناني، بسلم مسيح ودرزي، ما يبقى حدا خيبان، وحدتنا نصير الفرجي. يا خطوط الحمرا ثوري
يا أرزتنا القابي من غدر فوري فوري ودلي هنا عالحرية. أول شيء بدنا نوجه تحية لطرابلس عروسة الثورة اللبنانية ولكل المشاهدين عم بيتابعونا هنيك. باللوك داون كمان طلع معك أفكار جهنمية مثل شو؟ مزبوط. وقتها كنا قاعدين بتعرفي محاجر وأكل وممنوع نطلع، وساعة بيقولوا اليوم مجوز ساعة اليوم مفرد. سو بيبعتوا لي محجورة صار لك مدة في بطون كاتبها كان منزلها، قالوا لي غنيها. توصلت أنا وياه وكنت عن جد كان تاني يوم لوك داون، يعني بعت فويس من البيت، بعت له الاستوديو قلت له رح غني هيدي، وهيك صار المونتاج، عملي لي الاديتنج وهيك ونزلناها. ما في ساعتين خربت الدنيا. يعني بتبقي اوقات بتقدمي عمل بتكوني عم تتسلي تسليه، بس هلا بهي زمن السوشيال ميديا بيضرب وانت قاعده، وبندفع مصاري وبنتكلف على كليب وعلى كلام ولحن، بتلاقي الغنيه بتجي غنيه هيك بتضرب، بتجي بوقت انه هيك كنا عم نلعب ونتسلى. كثير افكار طلعت بزمن الحجر، وكثير فنانين طلع معهم افكار لانه يمكن قاعدين ببيوتهم ما عندهم شيء لا شغله ولا عمله، اكل واكلوا مرعى قلت طلعت معهم كثير افكار. شو قضينا نحن بهالسنين؟ مش معقول، مش بس نحن، كل العالم. لا بس نحن عندنا تشاري اون توب، يعني على طول لبنان هيك عنده شيء زياده، عرفتي؟ انه ايه ثوره وكورونا ولوك داون وانهيار اقتصادي ودولار كثير وبعدنا. يعني كان بدي اسالك شو عمل الهير دريسر والميك اب جورج بهيدي الفتره، بس هيدي بعد الاعلان بدي اسالك اياها بعد البريك الثاني. خلينا بجورج الفنان قبل الثوره وقبل كل شيء، جددت بحب جنونك. صح. ليه جددتها وقديه صار لها اصلا الغنيه؟ ليكي هيدي الاغنيه عن جد غيرت لي حياتي بوقتها. انا بعد ما غبت فن رجعت بمعنى الحياه، كلمات والحان توني ابي كرم، ورجعت بحب جنونك. هيدي الغنيه قلبت الدنيا فوقاني تحتاني بوقتها. بقيوا فتره شي سنتين ثلاثه بيقولوا جورج رجع جدد هيدي الاغنيه، اعملها لايف ورجع صور كليب. وهيك صارت. يعني كان معي المخرج خضر قاسم، هو اللي كمان صورني بطرابلس وهو اللي عمل لي الكليب بحب جنونك. قلت له تعال نكتب سكريبت انا وياه، يعني عملنا السكريبت الفكره وكانت كثير حلوه ورجعنا جددناها، ويمكن هلا بنشوفها. شوفها يا بحبك وبحب جنوني، بحب الشمس بعيوني، قلبي بيحلم دايما فيك، يا عمري بيوقف من دوني. بصير العالم بأمري، بنسى كل الدنيا حدك وحياة عيونك يا قمري. شو حابب تبقي حدي، تلقي خدك عخدي، ببقى مثل الطفل صغير بعد عنك ما بدي. وبحبك وبحب جنوني، بحب الشمس بعيونك، قلبي بيحلم دايما فيك، يا عمري بيوقف من دونك. بحب الشمس بعيونك، قلبي بيحلم دايما فيك، يا عمري بيوقف من دونك.
بشعر بالدفى قلبي ولا بعمره جفا ولا حتى عرف الخياني عود دايما على الوفا انت حبي وحياتي انت اغلى من ذاتي قمر ساكن على الارض نجمي من نجماتي بحبك وبحب جنوني حب الشمس اللي بعيونك اللي بيحلم دايما فيك يا عمري بيوقف من دونك حبك وبحب جنوني حب الشمس اللي بعيونك اللي بيحلم دايما فيك يا عمري بيوقف من دونك جورج بس تقول لي انه غنية غيرت لي حياتي شو بكون قصدك؟ شو عملت؟ يعني اطلقتني على العالم صارت العالم كلها بتعرفني اكثر بتزيد لي كريدي صرت كل العالم تغنيها كل العالم تحطها تسمعها يعني صرت اسمع ببيروت العالم نايمه مثلا مارق حدا حد صاحبته بحبك وبحب جنونك ببعتولي انا الغنيه ما بعرف لا بعرفها سمعتها بس انا عم شوف رايك انت شوف نظرتك شو يعني بس تقول لي غيرت لحياتي اكيد بصير عندي حفلات اكثر بعرف اكثر بشين كثير كونترايات قصتك انت وخضر قاسم دائما سوا ليكي اول شخص بتعامل معه كفنان هو انا وحتى يمكن انا شجعته عندي كتير ناس شجعتهم إن كان بالكوفير إن كان بالميك أب إن كان بالموديلينج بنات شباب بالإخراج ألحان تعرفت على مرة إيدي جمعة مخرج صار سمعته عم يلعب ميوزك على البيانو بتلعب عربي قال لي إنه ما كتير بس بلعب شي لمجد الرومي قلت له ديل تعطي نغني أنا وياك كان بعد مش عازف مع حدا بيغني كان اول مره وهيك صارت وقتها عملت رتيلة على الف سنه قلت له شو رايك نلحنها سوا شو رايك نعمل كليب سوا يعني في كثير ناس مثل ما بيقولوا ساعدتهم تيوصلوا وشجعتهم طيب خبرنا الصيفيه كانت بلبنان كيف عليك لكي انا ما بغني بنايت انا اكثر شيء بغني اعراس أوكي. أنا سافرت على الكويت عد شهر وشوي ورجعت جيت كان في عندي كتير عروس اشتغلتها أخذ باكج كامل بغني لها بعملها ميك أب بعملها شعر عن جد؟ حلو كل شيء خير يعني باخذها دعاء أزاد ومنلبسها كمان وساتين أخواتي ستيليست كمان سو منشغل بعضنا ايه بس إيه. حلو يعني كانت هالصيفيه فيك تقول منيحه على ليكي على صعيد الشغل عملت شيء 15 عرس لان انا ما كنت هون وكثير زبونات قلت لهم انا يمكن ما اكون بلبنان سو حجزوا يعني أوكي. ما في اقول لهم لا ما تحجزوا بالنهايه عروس تبقى موتره يمكن أكيد. تلاقي محل يمكن ما تلاقي محل سو اضطروا في ناس كثير كنسلت يعني بس عرفوا انه انا بلبنان لا بدنا نكنسل وبيبقوا دافعين مصاري اوكي بس وانا سيارتهم قلت لهم اوكي رح اخصم ديبوزيت ودوري وغنيت لهم باعراسهم هيك انا على طول يعني لزمان والتجاوب كيف كان أكيد معك حلو اكيد بنبسطوا انه يجي عند جورج فرح بيعمل شعره وجهه تاتش هلا يمكن بتشوفوا شوي كيف شغله وبغني له خلينا نشوف توني شغله لجورج على سايد الميك اب يلا يلا يعني ما كنت عم تبرو مع الدولار وينك يا دولار؟ هيدي وينك يا دولار؟ شو قصة وينك يا دولار؟ لمي خليل هي كتبت لي أكثر من عمل مي بعتت لي قالت لي في وينك يا دولار كان دولار ب 1800 1900 عم يطلع قلت لها مي حلي عني هلا مش فاضي كنت عم حضر عمل قالت لي مبلا صدقني بده يطلع الدولار بدها تضرب وقتها ضربوا أغاني اللوك داون هشام حدد قال لي بدك تعطيني شيء سكوب لعلي قلت له ديل رح اعطيك وينك يا دولار واطلقتها من بروجرام لهون وبس وقتها وقتها شيت بدي سجل كليب
كانت هيدي فكرة إليانا مبارك، أنا بوجه لها تحية كثير كبيرة لأنه هي إخراجها. فكرة مبينين كثير حقيقيين. حقيقي مبين. مرة كنت مارق على حاجز، عليت بدي آخذ دفتر سواقة طلع فيه ياكلها كثير دولارات. كنت رحت فيها يا زلمة. طيب ليه حتت صورتك؟ ما أنت عم تقولي كل عرس إلي قرص وكل شغلة بتصير بلبنان أنا إلي، أنا السباق. سو ما حدا سبقني عليها، وحتى وينك يا دولار ما حدا سبقني عليها. حتى كتير يعني هلا بتحضروا الكليب، أنا بتشكر إبراهيم حكيم البزنس مان هو شارك معي وهو إنتاجه، وإليانا مبارك وإليانا نعمة وفيان عزار شاركوا معي بالكليب. أنت بتعرف قد ايه الدولار هلا؟ ايه عادي. روق 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 37. لا 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 لا، بدي بفوت على الابلكيشن. معروفه بده يصير 39 40. ما هي دولتنا تعبانه. انا بقول بصير اكثر. هي دولتنا تعبانه. 37 وشوي. طيب عبوك يعني السبعة. بدك تغني له وينك يا دولار كمان، بس بعد البريك بنشوف الكليب. أكيد. اوكي أكيد. يلا إذا ضل ينزل ويطلع رح يجيب آخرتنا. وينك يا دولار؟ تركت الليرة عغيابك تسقط وتنهار. وينك يا دولار؟ تركت الليرة عغيابك تزعل وتحتار. بقلبها حرقة ونار. وينك يا دولار؟ تركت الليرة عغيابك تسقط وتنهار. غيابك تزعل وتحتار. بقلبها حرقة ونار. هن اللي فرقونا، هن اللي جوعونا، هن اللي سرقونا، عنك بعدونا. هن اللي فرقونا وعنك بعدونا. مش بس بألف وخمسة حنردك مهما صار، ما نحرمك منه لمسة من الشعب الجبار. ما نحرمك منه لمسة من الشعب الجبار. وينك يا دولار؟ تركت الليلة عغيابك تسقط وتنهار. وينك يا دولار؟ تركت الليلة عغيابك تزعل وتحتار. بقلبها حرقة ونار. وينك يا دولار؟ لازم يكون حقيقة. أحلام عن جد بالأخير 35 ونص. بعرف ما بقى نرجع لورا، خلص أنا كنت خلص. بس الأغنية كتير حلوة، مهضومة ويمكن تعبر عن وجع العالم. يعني هي مهضومة وفكاهية بس بتعبر عن وجع العالم بالأخير. أكيد هلا شوي صغيرة بالبلش وكلهم يعملوا شير لها. هلا بترجع بيرجعوا بيطلعوها ترند. غنيت العمالقة كمان جورج. قديه بتحب العمالقة؟ قديه بتحب الفن القديم وبتغني؟ ليكي أنا نجحت بهول الأغاني، الله يرحمه أستاذ ياسر رحباني المايسترو أحسان المنذر، قال لي أنت ما تغني أغنية هابطة. بالفعل يعني بقول اوقات انه لا بدي اعمل شيء عمل مثل ما عم يعملوا حتى اب، بس برجع بطلع بقول انه ما انه ستيله، انه هيدي موجه وشوي صغيره خلص بتروح. قد ايه بتضل بعد سنه سنتين مثل اللي قبل؟ قبل كثير ناس اجوا وفلوا.
بس عم نحكي عمالقة. عمالقة مين هن العمالقة بالنسبة يعني لجورج؟ أم كلثوم، عبد الحليم، وردة، شريفة فاضل، أستاذ وديع الصافي، صباح، فيروز، كل هولي. طب فينا نسمع شيء هلأ؟ أكيد فينا؟ المدلي اللي عملته؟ يلا
لما راح السطر يمي قال يسأل عن دار قال لي شوفي أحلام أحلام نكون سوا لما راح السطر يمي قال يسأل عن لما راح الصبر مني أنا يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى أحلى عمر نكون سوا من حرتي وتعزي من شوقي لحبيب في بعاد مبكي وبخط من الصبر من الصبر أي ليلى وحياة الله في احلى من الاغاني بتعرفي لا عن جد بتروح سنين وبتجي سنين وكل ما هالاغاني بتجوهر اكثر وكل ما نحن منصير كاشخاص نعرف قيمتها اكثر لانه مننضج اكثر ومنصير نفهمها ليكي بتصدقي إيه عم يمرق معي ناس صغار بالعمر وما عم يسمعوا كل هول اللي هلا عم ينزل الاغاني اللي عم تنزل هلا كله عم يرجع على القديم عمل لك البيت وجو البيت وغير هيك هلا خلص هيدي موجه وان شاء الله اصلا كثير قليل الاغاني الحلوه 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 اللي عم تنزل عن جد بتلاقي يعني حتى كم كثير قليل حتى من الاي كلاس فنانين يعني طيب نروح على جورج الميك اب ارتست الميك اب ارتست والستايل ايه لك ستايل بالميك اب انت جورج خاص فيك صحيح وخاصه هلا اخر فتره صورنا انا ومايا كنكري بوجهلها تحيه عرفوني عليه كان عندي دعايه لإلي وقالت لي انه انت شو بتشتغل قلت لها ميك اب ارتست وهير دريسر قالت لي مبين عنك شاطر قلت لها يلا بنعمل شيء انا وياك هيدي الانسانه كثير كرييتيف يعني عندها افكار جهنميه يعني انت بدك تروحي تتصوري على فكره على بالي شي مره انا اعمل فوتوشوت اذا بتحبي ايه اكيد بشرفنا بتدرس دقائق زاد يعني بتشوفك اول شيء بتقعد معك بتشوف شو اللي بيلبق لك وشو بدنا نعمل شيء مش عملتي شوي ارتستيك اكثر هي بتشتغل وهيك بلشنا واشتغلنا وهلا بتشوفوا جبت هيك كم صوره شفت بس ستيلك انت بالميك اب قد ايه بتعتمد الالوان القويه الصاخبه ولا بتروح على الهدوء اكثر وعن ليكي حسب كل شخص وله لونه ان كان بالميك اب او بالشعر ككولور وك
يعني كل حدا والبيرسوناليتي تبعه. ايه يعني بدي اشوفها قبل. في ناس بالبقلة الاسود، في ناس بالبقلة الاشقر، في ناس بالبقلة الوان ترابيه بلاك، بنروح على لون الروز. يعني يعني كل شخصيه ولها لونها. وحسب انت شو عندك. يعني اوقات مثلا ميك اب النهار، اليوم ناتالي تفاجأت دقت لي قالت لي دكتوره ناتالي، قالت لي جورج عندي انترفيو على اوربت، ضحكت انا قلت لها يا ساعه، قالت لي 6:30، قلت لها وانا بعدك 7:30، قالت لي عم تمزح، قالت لي بدي اعمل شعري وميك اب، قلت لها يلا. يعني كل ميك اب وله، يعني كل بالعروس الى ميك اب الخاص بالسهره. يعني انا اوقات كثير العرسين بلحقهم، خلصنا بدها تروح على السهره بغير لها كان شعرها. طيب في موضة معينة لهيدي السنة؟ ما بحس في موضة، أنا ما بعتمد هيدي الموضة، لأنه أنت إذا الموضة أسود شعر لون أسود أنا أبدا، أو ميك أب سموكي آيز أسود ما بتلبق لك، ما بشتغل موضة أنا. أنت ألوين ترابية بتطلع بتعقدي. أنت وكارين كمان نفس الشيء. طيب بس في بتلاقي بعض الفنانين الفنانات أكتشولي أو الوجوه المعروفة علقانين بالتسعينات. يعني علقانين هناك وكل ما عن جد. بيمروا علي هيك ناس. وكل ما يعني بنشوفهم بكليباتهم، بنشوفهم بصورهم. خلص نفس ال وموديلات قديمة. قديمة. يعني كنا بوقتها نشوفها واو. يعني مثلا كانت الفنانة اللي بحبها كثير أطيب قلب على وجه الكرة الأرضية عايدة أبو جودة. كانت تعمل اشياء بوقتها كانت بتعقد، كانت بتعقد. بتحس هلا في ناس عم تعمل هذا الشيء، بس هذا الشيء خلص ما بقى دارج، ما بيلبق له حتى، ما بقى دارج. ومن بعد كورونا تغيرت النظره اذا بتلاحظ جورج على كل شيء، كثير سامبل ما بقى فيه. يعني صرنا مثل دول اوروبا مثلا. بيجوا ناس، انا ما كثير بحب التعجيب، بحب كثير سامبل. لا سامبلسيتي فلا بوتي بالنهايه. اوكي بعمل ميك اب قوي، بس بالنهايه بتطلعي ما بتلاقي الفون دو تان سمك هالقد. انه انا بقرف منه كتر خير الله. بعمل ميك اب بتطلع بيقولوا عن جد حاطط 3 كوش ببقى فونديشن وما ببين. يمكن التاتش، يمكن غير قصه البرودكت. في كثير ناس بيستعملوا برودكت بتعقد بس ما بيعرفوا يحطوا. خصوصا للعروس يوم عرسها تطلع ميك اب كثير سميك وكثير قوي مثل تمثيل الشمع. يعني بدها تشوفها يمكن الصوره بعد 20 سنه بتخاف من حالها. ما بحب الميك اب، بحب الميك اب القوي بالوقت ذاته يكون سامبل. يعني شو اللي فايتين نحن هلا على خريف وشتاء؟ شو الالوان بالشعر اللي انا بحب؟ الوان ترابيه. يعني انا كثير ناس بيجوا زبونات بيقولوا لي بليز بدي اعمل مثل فلان او مثل فلان. طب ما بيلبق لك، او بيبقى وجهها مطول بدها ترفع تعمل كعكه. طب ما بتزبط. يعني ما بتطلع انا شو اللي دارج او هي شو بدها الزبونه، بتطلع شو بيلبق لها وبفرجيها. يعني انا اوقات بجيب اكستنشن بحطها على وجهها، بحط لها الفاتح، بحط لها الغامق، بحط لها الريد، بحط لها كل الالوان، بقول لها شوفي حالك وبصورها. اخر شيء بتطلع بتقلي معك حق. انه انا باخذ براي الزبونه بالنهايه، انه انت جاي عم تدفعي مصاري. بس بالنهايه انا اللي الارتيست، انا اللي بدي ابرز لك جمالك. كنت عم تقول عم تطلع على الكويت هيدي الصيفية وقضيت فترة منيحة بالكويت، نفس الأشياء اللي بتمشي بالكويت كميك اب وشعر بتمشي هون؟ هونيك كثير بحبوا الميك اب. يعني وقت تفوت على التواليت حاطة ميك اب، تطلع على البيسين حاطة ميك اب، ظاهرة حاطة فول ميك اب. ايه بحبوا ما في ميك اب مثلنا. يعني ما بحبوا السامبل. يعني هونيك قوي سموكي ايز والفون دو تان والبلاش كونتورينج والشعر الويفي والاكستنشن غير نحن هون بتفل الوحده خلص. لكن قبل كنا هيك. بس هلا مرقت فتره. ايه هلا لا خلص، مثلا بتجي زبوني ما بدي اكستنشن. هلا اللي بيلبق لها اكستنشن انا بركب لها بقناعها، بيبقى شعرها خفيف وبيلبق لها. اذا كانت طويله وجتتها حلوه بلا شعر ما بيمشي الحال. على كل حال نحن فايتين على فصل الخريف والشتاء، ان شاء الله يكون بيحمل معه خير مثل ما ربنا بيبعث الخير بالشتاء، يبعث خير على لبنان وعلى الوطن العربي. يعني هلا عم بحكي معك وعم
عم يعلى ايه عم يعلى ان شاء الله يوطى الدولار حتى هالشعب يقدر يظبط شعره ميك اب ويروح يسهر ان شاء الله قولي بضل ما تعتر بضل 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 يقدر يعيش. جورج شرح شكرا كثير لوجودك معنا، انا كثير انبسطت فيك اليوم. انا كمان نتمنى لك كل التوفيق بمهنك الغناء الميك اب الشعر والتمثيل وبالدولار تبعك هي رح اخذها معي. انا كمان رح اخذها معي. شرفتنا جورج وبالتوفيق وناطرين جديدك اكيد.